هذيك المشكلة البارح الحاجة المهكة يعني فريمون تقلق كونه نسينا المضمون وقعدنا مكبشين في الشكل. المضمون راه مهم جدا، راه مشروع رئيس تنجم ترقى ملامح وبأين قطرات المضمون، خاطر المضمون هكيك فما حاولت نركز شويه مع المضمون. كنا حكينا قلت له هو قال ترح نتاع سعيد يهدد مسرح اليمين واليسار، هذاك علاش مهدد بالاغتيال. وريت المسار مهدد، ريت النهضه مهدده، دير النهضه رجع فيها الروح. انا مسار وانا تقول لي يمين ويسار، انا مسار مهدد، انا مسار مهدد بالرسمي خارجه من الجويج. انا تلقيه بالحق خي، ريت حاجه تبدلت بالعكس، وليت بيرون وليت معناها نحسوا الدنيا غليت، نحسوا معناها الدب ويت وينهم، حكيت الدب ويت والحديد غلي ولا وينو. انا هو شكون اللي حس مصالحه تهدد؟ شكون مصالحه تهدد؟ الزوالي الموظف اللي 10% من المداخيل العام كتلة الأجور باش تنقص دونك البريميات يمضمض. شكون اللي تضر من المسار هذا نتاع تضر الجماعة اللي باش ينقص عليهم الدعم بوتيتر دون مانيير ودون اوتر؟ الليسونس اللي باش يغلى، المازوت اللي باش يغلى، تعرف يغلى الليسونس بوردانيج كل شيء، حتى كل شيء يغلي لك. دونك انا شكون اللي مهدد؟ بالحق شكون؟ ما حتى حد ما هم هاد. والتهديد بالاغتيال انا نصدق، علاش؟ خاطر البلاد هذيا تسال فيها الدم، معناها النفس، معناها اي تهديد يلزمك تاخذه بجديه، حتى ولو السيد يفلم به ولا يخدم به، مش نحكي على قيس، نحكي اون جينيرال، خاطر نحن شلكوا حتى التهديد بالقتل جاء بيريود تشلك ضرب ضربتين. اي سياسي ربع نائب في مجلس النواب هدوني بالقتل، ويا القاوق واحد ياخذ اربع ساعات القاوم سياسيين اللي ياكلوه اسانس والشهاري نتاع امن يعسوا عليهم، يعني التهديد موجود. هذه حاجه. الحاجه الثالثه المضمون، علاش نقول لك المضمون؟ إذا عندك مضمون باش يحدد مستقبل بلاد وجينيراسيون، يا يوضح يا ما تقولوش. البارح ما فما حتى موضوح في المجموع، مش نسمعوا احنا نسمعوا باش العباد يعرفوا شويه يخرجوا نسمعوا بعد. نحن احتراما للسيد ما حطيناش برشا اكس ريت، باش نسمعوا اكس ريت برك باش حتى اللي ما سمعوش ياخذوا فكره. اما تونس الكل سمعت، اما تونس الكل ركزت مالوريزمون كيما كل مره نتلهاو في الشكل ونحقروا المضمون. حتى حد براتيكمون فمش حاجة دارت على المضمون. مثلا يقول لك أنا معناها كان نختار للرئيس منصب نقبله دون مقابل مادي، تسميه هذي نجم تخدم. أنا نشك في إنسان يخدم بليش، ماذا أنت الإنسان اللي يخدم بليش ما تنجمش تحاسبه. هو قال